السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله في نعم من الله. الحمد لله. 3 أسئلة سريعا بس كده يا شيخ. السؤال الأول يا شيخ، أنا أحيانا كده في يوم من أيام الأسبوع بروح درس، فالشيخ بعد ما يخلص الدرس ويقيم صلاة العشاء، هو شيخ قارئ للقرآن وحافظه بيجيد قراءة القرآن يعني، بس بيدخل ولد صغير يصلي بينا 10 سنين ولا 11 سنة لسه ما بلغش الحلم يعني، فهي صحة الصلاة؟ لماذا يدخله يصلي بكم؟ يتمرن عليكم؟ وبيقول مثلا ايه عشان لا 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 شيخ مخطئ حاجة زي كده يعني. لا لا شيخ مخطئ، الصلاة ما هي للتدريب على الناس، إذا كان هناك من هو أقرأ منه وأحفظ منه قدر. يقرأ كتير جدا يا شيخ. لا الشيخ ده عابث، الشيخ عابث، يأتي بالطلبة الصغار اللي عنده يقدم لأئمة الرجال الكبار اللي هم أفقه منه، لا يجوز له ذلك. حتى لو كان الطفل يجيد القراءة يعني. وأنت تقول في أكبر منه سنا وأقل منه وأقرأ منه. أيوة فيه. خلاص يبقى الأكبر والأقل، لأن فيه نزاع أصلا في إمامة الصبي. وإن كان يعني في اتجاه قوي إلى تجويز إمامة الصبي إذا كان يتقن أحكام الصلاة، لكن النزاع قائم، فلي أنا أقع في النزاع؟ ولماذا أقع في مخالفة حديث رسول الله يوم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ ففي رواية إن كانوا في القراءة سوف أكبرهم سنا، لماذا يعني؟ وهذا عبث من المعلمين القرآن، يقربوا الأولاد على الناس، ممكن يصلي ببعضهم. بارك الله فيك.